محترم قاری محمد صفدر صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں. زینت القراء، فخر القراء، نجم القراء، استاذ القراء، اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے آپ کو نوازا ہے. بڑا خوبصورت انداز رکھتے ہیں. ایک قاری اور ایک استاد کی حیثیت سے کشمیر کی اس دھرتی میں اپنی پہچان رکھتے ہیں. میں قاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے آج کی اس بابرکت محفل پاک کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
الذي يبصر في